السلام عليكم، معاكم هبة من بلاك هورس. النهاردة هنتكلم عن موضوع الخرز. الخرز في حد ذاته سهل وممكن يتعمل بيه أشكال كتير والأحجام مختلفة. تعالوا نشوف مع بعض وناخد فكرة، وبعد كده نبدأ. أنا عملت فانوس بمناسبة رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله هنتعلموه مع بعض. هو ده حجم الخرز، خرز رباعي مربع، يعني حجمه 10. الخرزة بتاعته رباعية، عملتها رباعية. أنا رسمت هلال وعملت الكامب تاني كلمة الله. ممكن تعملوا أي شكل، ممكن تحطوا قلب، ممكن تحطوا حرفكم، ممكن